بعد سماح الأردن بقيادة الدراجات النارية في الطرقات العامة، اتجه كثيرون من عشاقها لاقتناء دراجاتهم المفضلة في البداية، واتجه عدد منهم لصناعة المحتوى المتعلق بالدراجات النارية عبر مختلف شبكات التواصل الاجتماعي. رعد الشرايري نقل هذا العشق والشغف المتعلق بالدراجات النارية، وصنع محتوى يتعلق بها عبر حساباتها الرقمية تحت اسم جو موتوفلوج، يتابعه عبر فيسبوك أكثر من 150 ألف متابع. سلامات ويعطيكم العافية، معكم رعد الشرايري من قناة جو موتوفلوج. واليوم بنشغلها بنحطها على اون، تمام؟ لما نشغلها على اون الدراجة بتعطيك كامل الانديكيتر على الشاشة اللي قدامها، كل الانديكيترز بيكونوا شغالين. أول ما نكبس الكبسة هاي، الصوت هذا اللي سمعناه هو صوت مضغة البنزين، فإذا بنعمل زي هيك كثير من الناس بتستفسر عنه قبل ما تشتري دراجة نارية. إيش أفضل؟ أشتري دراجة نارية ولا سيارة؟ سأتحدث أكثر عن هذا المحتوى مع رعد الشرايري الذي ينضم إلينا عبر سكايب. أهلا بك يا رعد، ها هو رعد معنا الآن، أهلا بك. يعني سأبدأ من حيث انتهى الفيديو، وبعيدا عن شغفك وحبك للدراجات النارية، هل تنصح باقتناء دراجة أم سيارة؟ بالنسبة لي من الضرورة وجود سيارة بالأردن لأي شخص حاب انه يستخدمها خلال السنه كامله، لكن في 300 يوم بالسنه ممكن تستخدم فيهم الدراجه الناريه او السكوتر كوسيله مواصلات اساسيه اذا كنت انت حابب تستخدمهم. نعم، طيب رعد، يعني بما انه نحن الان على او المنخفض وصل الينا، هل تنصح بقياده الدراجه الناريه في هذه الاجواء الماطره؟ هلا بالتأكيد لا، الدراجة النارية خلال قيادتها من الضروري أنك تكون منتبه على كثير أمور مشان تحافظ على سلامتك، وللأسف حاليا البنية التحتية في الأردن ما بتساعد أنك تقود دراجتك النارية بحذر كافي وبطريقة أنك تضمن أنه الأخطار اللي موجودة بالشارع ما تكون كبيرة عليك وتأذيك. طيب بس بدي أستوقفك شوي رائد، أنت حكيت البنية التحتية غير مهيئة في الأردن، هذا في الأجواء الماطرة أو بشكل عام؟ لا، بالأجواء الماطرة خلال الهطول المطري الشديد من الصعب مرات لكل الدراجين يشوفوا المناطق اللي فيها تجمعات مائية والعمق تبعها. نعم. هلا خلال الأيام الغير ماطرة يعني بيكون أسهل بشكل كبير، وفي حاليا تحسن بالبنيه التحتيه في كثير من المناطق، خلينا نحكي ممكن بالعاصمه ومناطق بتودي لبعض المحافظات. نعم. اللي بتسهل من قياده الدراجه الناريه. نعم، طيب خلينا نحكي شوي عن المحتوى اللي بتقومه وبتقدمه على منصات التواصل الاجتماعي. استغربت انه العدد الاكبر من المتابعين لك هو عبر منصه فيسبوك وليس على تيك توك او انستغرام، كيف ترى هذا التفاعل مع المحتوى المتعلق بالدراجات الناريه؟ هل تردك اسئله كثيره عن هذا المحتوى؟ وما هي طبيعه الاسئله التي تصلك عن الدراجات الناريه؟ بالتأكيد. هلا بالنسبة لفيسبوك، لأنه أغلب الفيديوهات اللي أنا بصنعها بتكون فيديوهات طويلة. نعم. فعم بتناسب كثير من الناس اللي بيشاهدوا الفيديوهات على فيسبوك، والإشي الحلو بالموضوع إنه أغلب الناس اللي عم بيحضروا هذه الفيديوهات بيكونوا من الأعمار تقريبا من 40 ويعني من 40 ل 50 ولا 60، عكس المتوقع. ففي إقبال شديد. عكس المتوقع، ففي إقبال كثير شديد من هاي الفئة العمرية انهم يقتنوا دراجه ناريه. على الاغلب انا بشوف انه يغيروا شوي من نمط الحياه الاعتيادي اللي ممكن تعودوا عليه. طيب رعد، هل انت تحاول من خلال المحتوى الذي تقدمه تغيير الصوره النمطيه عن سائقي الدراجات الناريه؟ هناك صوره نمطيه انه قائدي دراجاتهم متهورون، يحبون السرعه، يعشقون السرعه والتهور على الطرقات، هل يحاول رعد الشرايري تغيير هذه الصوره؟ أكيد بالتأكيد. هلا أنا من أول ما بلشت صناعة المحتوى ركزت على فكرة استخدام الدراجة النارية كوسيلة مواصلات، وعلى أغلب تجارب القيادة اللي اشتغلت عليها اشتغلت على دراجات ذات محركات سعة محركها بتكون منخفضة يعني قليلة أو متوسطة. نعم. فهاي المحركات تعطيك مجال أنك تستمتع بقيادة الدراجة بدون ما توصل لمراحل خطيرة جدا. نعم. لأنه على الأغلب قبل كانوا الدراجات النارية كلها دراجات نارية كبيرة، نوعا ما أعطوا فكرة عن السرعات الكبيرة، عن التشحيط، عن الأمور اللي بجوز مش كثير من الناس بيستقبلوها وحابين يشوفوها. فلذلك أنا الحمد لله حاولت أركز على السلامة العامة خلال القيادة وأركز على الأمور اللي ممكن تحافظ على سائق الدراجة النارية. نعم. بالطبع بيجي في بعض الدراجات النارية اللي عملت لهم مراجعات بتكون دراجات نارية كثير قوية وجميلة جدا وكثير من الناس بحبوها، لكن دائما بحكي انه ما بنصح فيها بقيادتها داخل المدينه ابدا. طيب رعد، كونه حكيت هناك تنوع من خلال المحتوى الذي تقدمه، ذكرت انه انت في فيديوهات شاهدتها انا واثناء تحضير هذه المقابله للقياده الامنه للدراجه الناريه، هناك ايضا رحلات قمت بها لعده مدن في المملكه عبر الدراجه الناريه، لكن ما هو المحتوى الاكثر جذبا للجمهور المتعلق بالدراجه الناريه؟ هل هي الرحلات؟ هل هي التدريب، القيادة الآمنة؟ شو المحتوى اللي بتفاعله الناس معه أكثر؟ هلا عادة المحتوى اللي بيركز على شو حاب الشخص إنه يشتري أو يكون عنده، فلاحظت إنه في إقبال كثير كبير على تجارب قيادة الدراجات. نعم. النارية، وبالتأكيد في دائما محتوى تعليم قيادة الدراجة وأساسيات قيادة الدراجة النارية كان عليها إقبال كبير. أنا جدا سعيد أنه خلال رحلاتي خصوصا الرحلات الربيعية لقيادة الدراجة النارية لاحظت في إقبال كثير كبير من أشقائنا العرب أنهم يحضروا الفيديوهات ويشوفوا. نعم. الأردن على متن الدراجة النارية، فصار في عندي عدد متابعين كثير. صدف والتقيت مع إخواننا. نعم. أشقائنا العرب وقمتوا في رحلة؟ لا ما عملت رحلة، لكن نعم. كنت سعيد خلال تغطيتي لبطولة العالم للدراجات النارية بشهر 12 التقيت بكثير من الناس اللي بيحكوا لي احنا بنتابع قناتك وبنحب نشوف الأردن من خلال القناة، وبالأخص استخدموا كلمة الفلوجات الربيعية. نعم. فهذا كان شيء جدا جميل. نعم. واكيد بتمنى ان شاء الله. للأمانة شاهدنا الربيع الماضي ربيع الأردن وأشقائنا العرب وتوثيقهم لجمال هذا الربيع. رعد الشرايري مدون وصانع محتوى متعلق في الدراجات النارية كنت ضيفنا اليوم، شكرا جزيلا لك.